السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل خاص بالفرض الاول للفصل الاول في مادة اللغة العربية بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة متوسط. إذا دون إطالة مع النص الذي هو عبارة عن قصيدة شعري أو بعض الأبيات. إذا قال الشاعر محمود غنيم شاعر المعروف: شاد ترنم لا طير ولا بشر، يا صاحب اللحن أين العود والوتر؟ إني سمعت لسانا قد من خشب، أي صنع قد من خشب، فهل ترى بعد هذا ينطق الحجر؟ وآلة جعلت من حجرتي أفقا، يرتد منحصرا عن حده البصر، كأنما الكرة الأرضية انحصرت في جوفها والورى في جوفها انحصر. قد حكمتني في الأصوات لوحتها، فصرت أختار ما آتي وما أذر. لها فم ليس يستعصي على لغة، على الرطانة والإفصاح مقتدر. عوراء لا تخرج الأصوات من فمها إلا إلى ما بدا من عينها الشرر. صماء لكن تعي ما لا تعي أذن، بكماء من فمها الأخبار تنتشر. إذن هذا هو النص، عبارة عن قصيدة. طبعا القصيدة هي ما فاقت 7 أبيات. إذن مع الأسئلة، السؤال الأول، الوضعية الأولى، فهم النص. يقول: اقترح فكرة عامة للنص. دائما أشير إلى أن الفكرة هي عنوان كبير مشروح للنص. الفكرة العامة لا تقتصر على البيتين الأولين أو نصف القصيدة، وإنما لا بد أن تشير في فكرتك العامة إلى جميع نواحي القصيدة التي تطرق إليها الكاتب في النص النثري أو الشاعر في القصيدة. إذن الفكرة العامة: يتحدث الشاعر عن آلة جديدة، طبعا في عصره في ذلك الزمان، يتحدث الكاتب أو الشاعر عن آلة جديدة في عصره وأعجب بها، فوصف شكلها الخارجي. طبعا ترون ذلك في القصيدة، فوصف شكلها الأزرار كيف تتكلم وكيف تسكت. إذن وصف شكلها الخارجي وانبهر بما تقدمه من طرب وأخبار العالم، فقال: والكرة الأرضية انحصرت فيها. إذن انبهر بما تقدمه من طرب وأخبار العالم، ليست هذه الآلة سوى المذياع. طبعا القصيدة معروفة بقصيدة المذياع. إذن السؤال الثاني: ما هي هذه الآلة؟ طبعا هذه الآلة هي المذياع. لو تفكرت جيدا وانتبهت إلى هذه القصيدة ستعرف أن الآلة هي المذياع. السؤال الثالث يقول: اشرح ما يأتي. ترنم الورى وجوفه، هنا يقول اشرحها ولم يقل مرادف. إذن الجواب: ترنم بمعنى أطرب، بترانيمه أي أغاني. الترانيم هي الأغاني والأناشيد، تطلق على الأغاني كما تطلق على الأناشيد. إذن ترنم بمعنى الطرب بترانيمه، أي غنى بطرب. التوظيف: ترنم المنشد فأبدع، أي غنى وأطرب فأبدع. إذن ترنم المنشد فأبدع. الورى تطلق على الناس والخلق من البشر. التوظيف: محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى، أي خير الناس. جوفها بمعنى الوسط من كل شيء، أو البطن، أو داخل كل شيء. كل شيء داخله يسمى جوف، وتطلق الجوف أيضا على البطن وعلى الوسط كما في هذه القصيدة. التوظيف: لا تدخل في جوفك غير الحلال. ننتقل إلى باء والوضعية التقويمية الثانية. أتذوق نصي. استخرج من البيت السادس طباقا وبين نوعه. الجواب هو الرطانة والإفصاح. فالرطانة هو الكلام غير المفهوم، ويطلق أيضا على كلام غير العرب. كان العرب يسمون كل من لا يتكلم لغتهم بالأعجمي الذي يرطن. فالرطانة الكلام غير المفهوم. طبعا والفصاحة هو الكلام الشديد، طبعا فهمه سهل وكلماته واضحة. نوعه طباق إيجاب، وهو من المحسنات المعنوية. كما تعلم هناك محسنات معنوية وهناك محسنات مادية. إذن ننتقل إلى السؤال. طبعا هذا الطباق موجود في البيت
لاحظ معي في البيت السادس: على الرطانة والإفصاح مقتدر. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. والسؤال الثاني، نعم، في الوضعية التقييمية: دلل في القصيدة على أسلوب الإنشاء. إذا كان في القصيدة أسلوب إنشاء، طبعا أسلوب إنشاء كثير، منها النداء في قوله يا صاحبة يا صاحبة، فهو أسلوب إنشائي. اعرب ما فوق الخط في السند. إذا نرجع إلى السند ونلاحظ هذه الكلمات التي نريد إعرابها. إذا ترى فعل ماضي مبني على، عفوا، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أي الآلة. الفعل الثاني: حكمتني. إذا حكم فعل ماضي مبني على الفتح بسبب اتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لماذا مفعول به؟ لأن من حكمتني أنا. إذا الفاعل هو هذه الياء، عفوا، المفعول به هو هذه الياء. إذا أين الفاعل؟ لا، الفاعل هو لوحتها، لوحتها هو الفاعل. إذا ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. يقول: بين حالة البناء وسببها في الفعلين سمعت وانحصر. الجواب: سمعت فعل ماضي طبعا مبني على السكون. ما هو السبب؟ اتصاله بالتاء المتحركة، أي تاء الفاعل، هذه هي تو. انحصروا البناء على الضم رو بسبب اتصاله بواو الجمع. هاتي اسم الفاعل من الفعلين ترنم وجعلت. الجواب: ترنم مترنم بضم الأول وكسر ما قبل الأخير، مترنم. جعلت هي جاعلة، أي فاعلة. الوضعية الإدماجية: وسائل الاتصال كثيرة ومتنوعة، كما أنها تلازم الإنسان في كل مجالات حياته حتى أصبحت أمرا ضروريا لا يستغنى عنه. اكتب نصا لا يقل عن 10 أسطر هذا يجب الانتباه إليه، تبين فيه فوائد وسائل الاتصال ودورها في الحياة الاجتماعية، معتمدا على النمط التفسيري. وظف في تعبيرك بعض حروف المعاني فعلا مضارعا مبنيا على السكون. إذا كان هذا كل شيء، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.